الخبر اول اللي عدنا القمر طايه حبايب ودنا من زمان افها فنزلت شويه ستوريات على حسبها بالسناب شات. هذه الستوريات يا حبايب نزل من خشمه شويه دم مثل ما شايفين بالستوريات. طبعا يسأل ليش شنو السبب يا حبايب؟ مثل ما تعرفون انه القمر طايه تعاني من مرض شويه نادر، هذا يخليها نوعا ما تحس بدوخه ومرات ينزف من خشمها الدم. اكو الله معافيه يا رب، ان شاء الله ما بيها الخير والعافيه. لسوني يا حبايب تدعون بالكومنتات الله يشفيها يا رب. ننتقل حاليا لمحمد كريم يا حبايب والمقلب اللي سواه بالمتابعين. فنزل شويه ستوريات كان يقول بيها انه راح يعتزل السوشيال ميديا يمكن شهور وسنين، ولكن بعدها يا حبايب طبعا الكل بعد ما زعل نزل شويه ستوريات يقول عباره موضوع كان مقلب. راح اعطيكم ستوريات شوفوا لكم انه ما تزعلون، هاي واحد. اثنين ما تنسوني، صايرين ظروف حكمت علي انه على طار الثبات. قلت لكم انا ممكن يطول ساعه، اسبوع، سنه، شهر، ممكن اقل ممكن اكثر، والصراحه طول اقل. هاي كانت قرصه اللي اكو. اكتبوا بالكومنتات شو رايكم بالمقلب اللي سواه. نروح حاليا لالتقاء النار يا حبايب اللي صار بين بيسان اسماعيل ونورمار ويا برهوم المعراوي. فبيسان نزل شويه ستوريات التقت بها ويا برهوم ونورمان بعيد ميلاد احد الاشخاص. راح احطكم الستوريات تشوفوها واكتبوا لنا حبايب بالكومنتات ايش متحمسين وشو انتوا الاشياء الخرافيه حسوها ويا بعض. هاي جايز، اليوم انا بعيد ميلاد احمد برهوم. لا انت مو عيد ميلادك، انت بس طلع معي بالستوري. شوفوا شوفوا جايز كلياتهم هون. هاي نور. هاي. بالاضافه اكو فيديو صادم يا حبايب انتشر لبيسان اسماعيل. بهذا الفيديو يا حبايب كان بيسان اسماعيل انا شايد يسالها على الخطوبه، هي نوعا ما حاولت تغير الموضوع وما ترد عليه وصارت من سوق تغني اغنيه لحبيبها السابق، لغلا متوقع انه هذه الاغنيه موجهه لجواني. صراحه ما ادري صراحه، راح احطكم المقطع شوفوه بعد حللوا بالكومنتات هل تتوقعون تقصد جواني او لا. الخطوبه وين راح نعملها، في دبي ولا بالاردن؟ اناس وين راح نعملها؟ بعدين بنحكي. لا حبايبي برايكم اعمل الخطوبه بالاردن ولا في دبي؟ وين برايكم؟ وين 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 وين؟ سان اغير البلوزه، حلوه البلوزه امان حلوه. مين حبي مين ومن ضحى بحياته سنين؟ ليش انت مش مبين على اللايف؟ وشفت احنا وصلنا ارجع لورا ارجع عشان تبين بسببك يلي قلبك مات. ننتقل حاليا لناجي القاق يا حبايب وعيد ميلاده. في اليوم هو عيد ميلاد ناجي القاق، كل عام بخير عقبال مليون سنه يا رب. وطبعا حبيبته او زوجته يا حبايب اللي هي لما فتحت قناه جديده، راح اعطيكم رابطها بالوصف روحوا اشتركوا بيها. نزلت عليها اغنيه وحيده، هذه الاغنيه يا حبايب كانت شويه ضحك لناجي القاق بالنسبه اللي سمعها اكتب لها بالكومنتات، واللي ما سمعها راح اعطيكم رابط بالوصف روحوا اسمعوها فجروها جيش مملكه القصص. وروح حاليا يا حبايب الاميره الحسين واعلانها ويا هذا الشخص اللي هو حبيبها الجديد انه حيصورون مقطع ويا بعض. هذا المقطع يقول ناري بنفس الوقت تصوروه بالبرد. اليوم قررنا انه احنا ما نصور بالبيت وللاسف صورنا بالبرد. شوفوا الانف الاحمر وشوفوا الانف الاحمر، يعني عادي عادي والله، عادي والله كثير عادي جدا عادي، يعني بس احنا انفنا يعني بصير احمر وبيكبر على البرد بس والله حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات ايش قديتوا متحمسين لهذا المقطع وبس لنهايه وصلت المقطع فجروا طاولات وبس. شكرا لكم في الزين بقدمه القصص، احبكم مع السلامه.